مساء الخير واهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي مع حضراتكم النيل مباشر، قراءه لاخر المستجدات على الساحه. واليوم الحقيقه معانا موضوعين نقدر نقول عنهم موضوعين الساحه. الاول منهم هيكون عن 10 سنوات مرت على ثوره 30 من يونيو، نجحت الدوله خلالها في استعاده الامن وتحقيق انجازات غير مسبوقه بكافه القطاعات. حجاج بيت الله الحرام في منى لقضاء أيام التشريق حتى السبت المقبل. من جديد أهلا بحضراتكم. شهدت مصر طفرة كبيرة خلال 10 سنوات الماضية منذ ثورة 30 من يونيو في جميع القطاعات بمختلف أنحاء الجمهورية. مرت الأيام والسنين على الدولة المصرية وسط تطلعات جموع الشعب المصري لحياة أفضل. جت ثورة 25 يناير وكان هدفها التغيير للأحسن والحفاظ على كيان الدولة، بس كان في ناس متربصة واستغلوا ظروف الدولة وكانوا عايزين يوقعوها، وقدرت القوات المسلحة تمسك زمام الأمور وتحافظ على مصر من أي أخطار داخلية أو خارجية، وتولت القوات المسلحة مسؤولية الإشراف على البناء الديمقراطي لمصر الحديثة، واللي كانت أولى خطواته البناء الدستوري والاستفتاء عليه وإجراء عملية انتخابية برلمانية شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، ومن بعدهم إجراء انتخابات رئاسية تم تسليم السلطة فيها من المجلس العسكري لرئيس مدني تم استغلاله من قبل جماعته لشق وحدة الصف المصري، وابتدى خوف الشعب المصري من دخول البلاد لنفق مظلم ملوش نهاية. خلال عام من حكم الإخوان لمصر ساد الغضب العارم والرفض الشعبي لإخوانة الدولة وتهديد الشعب، وما كانش باستطاعة القوات المسلحة إنها تغض بصرها أو تصم أذانها عما يحدث في الدولة. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. ولبت القوات المسلحة مطالب جماهير الشعب، وجت ثورة 30 يونيو لحماية الشعب المصري من الجماعة الإرهابية. بعدها اتعمل انتخابات رئاسية تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. بسم الله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الوطن. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات والمجالات، وكان لازم نحافظ على مواردنا المائية وننميها، فأنشأنا قناطر أسيوط والعشرات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية، واللي كان من أهمهم محطة معالجة مياه المحسمة ومحطة معالجة مياه بحر البقر. وكمان أطلقنا المشروع القومي لتبطين الترع للمحافظة على مياه الري وتعظيم الاستفادة منها. وعشان مصر ترجع لسابق عصرها سلة غذاء العالم، نفذنا خطط للإصلاح الزراعي في كل المحافظات واستصلاح وزراعة 1,000,000 فدان بتوشكا، ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة بمساحة 2,200,000 فدان، والمشروع القومي للصوب الزراعية بإجمالي 100,000 فدان صوب زراعية. وكان مشروع صوامع الغلال ضمن أهم المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية، واللي ساهمت بشكل كبير في تأمين احتياجات مصر من الغلال وخصوصا أثناء الأزمات.
ووصلت مصر مشروعاتها في مجال الأمن الغذائي، وأنشأت صروح للإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان، ومنها مجمعات الإنتاج الحيواني بالفيوم ومجمعات الإنتاج الحيواني بالنوبرية. وعلشان نحقق التكامل ونستفيد من خيرات مواردنا المائية، بنواصل مشروعنا القومي لتطهير وتطوير البحيرات المصرية وإرجاعها إلى سابق عصرها مصدر مهم لصيد الأسماك. وكان لازم نأمن احتياجاتنا من الأسماك، فأنشأنا أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، وأصبحت مصر أولى الدول الأفريقية في مجال الاستزراع السمكي. بنبني ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا. عدينا الصعب، ومهما كان الحمل تقيل قادرين نخطي المستحيل، وهنخلي الخير يزيد ونخلق لينا واقع جديد في كل شبر على أرض مصر. للحديث عن إنجازات 30 يونيو، دولة 30 يونيو التي مر عليها 10 سنوات من الإنجازات المختلفة، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، كل عام وحضرتك بخير. جهود كبيرة للدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري خلال 9 سنوات بالتزامن وبالتوائم مع الأزمة الاقتصادية عالميا، أزمة يعاني منها جميع دول العالم. كيف تقيم تجربة مصر في التعامل مع الملف الاقتصادي والإنجازات بشكل عام؟ في البداية طبعا كل سنة حضرتك طيبة ومصر كلها طيبة. طبعا ثورة 30 يونيو العظيمة استطاعت الشعب المصري أن يعيد الهوية إلى الدولة المصرية، خرج عشان يحافظ على هويته. احنا زي ما شفنا بعد الثورة وبعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، زي ما احنا عارفين الدولة كانت في حالة انهيار تام، انهيار في المجال الاقتصادي في كافة مجالات الدولة، زي ما أطلق عليها سيادة الرئيس أنها بالفعل كانت شبه دولة، ما كانش فيه احتياطي نقدي، ما كانش فيه أي خدمات داخل الدولة. لهذا السبب الدولة وضعت استراتيجية بعيدة المدى أن هي تقدر أن هي تقضي على كل الأزمات، ووضعت كمان مش الأزمات فقط أنها تقضي عليها، وضعت أيضا التهديدات المحتملة أو الأزمات العالمية تواجه العالم كله وتؤثر بشكل على الدولة المصرية. فكان من ضمنها طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016. استطاعت الدولة طبعا من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي أنها تواجه العديد من الأزمات، وخاصة أزمة كورونا. يعني احنا شفنا أزمة كورونا والعالم كله تأثر بشكل كبير بسبب هذه الأزمة، واستطاعت الدولة أن هي تواجه هذه الأزمة بشكل كبير، وأن هي تجعل أن المواطن رقم واحد، وتسعى إلى تخفيف المعاناة عن المواطن المصري من خلال المعونات اللي تم تقديمها من خلال الدولة، وأيضا زيادة نسبة المعاشات وزيادة نسبة المرتبات اللي تمت في الدولة، مع توفير كل احتياجات الصحية لمواجهة هذه الأزمة بشكل كبير وبشكل يعني أشادت به المنظمات العالمية. ثم جاء بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية اللي أثرت على العالم ككل، وحصل حالة تضخم كبيرة في العالم. لكن أيضا الدولة كان ليها بعد نظر، وكان هناك أيضا استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الأزمة. من أهم طبعا هذه الملامح زيادة الرقعة والاتجاه لزراعة المنتجات أو السلع استراتيجية للدولة، زي الأقماح مثلا، القمح بأنواعه، وزيادة النسبة المنزرعة. وعلى الجانب الآخر أيضا بناء الصوامع لوقف عمليات الهدر، ده كان شيء مهم جدا. صحيح. الاعتماد أيضا على المزارع السمكية، الاعتماد على التربية المواشي بشكل كبير، الصوب الزراعية، كل ده. صحيح. طيب أستاذ جميل، هنا وفي الملف السياسي تحديدا، الحقيقة أن مصر اتخذت خطوات مختلفة في هذا الملف تحديدا. عادت مصر مرة أخرى علاقتها الخارجية، بداية مع المحيط الإفريقي، واتساعا إلى منطقة الشرق الأوسط، واتساعا أكثر إلى المحيط أو الأفق العالمي. لو تحدثنا عن تجربة مصر السياسية بعد 30/6، وكيف استطاعت مصر أن تقتحم آفاق عالمية، ليس فقط اقتحاما من باب الحضور، وإنما من باب الفعالية والتأثير. احنا لو جينا بصينا على علاقات مصر الخارجية بعد ثورة 30 يونيو، هنجد ان كانت اغلب علاقات الدولة المصرية مع
كل الدول علاقات غير سوية وغير منضبطة. وللأسف شديد نتيجة طبعا غياب مصر لفترات طويلة عن القارة الأفريقية، كان هناك تجنيد لعضوية مصر داخل الاتحاد الأفريقي للعلاقات مع بعض الدول اللي كان لها أهداف داخل الدولة المصرية من أجل مشروعات عالمية زي مشروع الشرق الأوسط الكبير وخلافه. طبعا حاولت أنها يعني تقطع علاقتها بالدولة المصرية أو تجمد علاقتها بالدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، لكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك استراتيجية واضحة لإعادة العلاقات المصرية مع كل دول العالم، ومش مع عودة العلاقات فقط، ولكن أن مصر تعود إلى مركزها الحقيقي والتاريخي بأنها الدولة المحورية والدولة الرائدة والقوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. وهو ده بالفعل اللي تم من خلال طبعا عودة العلاقات مع كل الدول الأفريقية وعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي، وصولا إلى ترأس مصر للاتحاد الأفريقي. وشفنا الدور اللي بتبذله الدولة المصرية دائما لنقل الصورة الحقيقية عن الوضع داخل أفريقيا في كل المحافل الدولية. أما على الجانب العربي، إحنا شفنا طبعا محيط هناك العديد من الأزمات في الدول العربية، استطاعت مصر ومن خلال سياستها الواضحة أنها تسعى إلى التهدئة في كل الدول العربية اللي كان فيها صراعات وفيها خلافات، زي مثلا ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا، ما حدث في سوريا وأيضا العراق، وإعادة توحيد الصفوف الصف العربي مرة أخرى، وأن الجامعة العربية يكون لها دور فاعل في كل القبائل العربية وفي كل المحافل الدولية. شفنا أيضا القضية الفلسطينية وما تم فيها والدور المصري الكبير اللي أشادت به كل دول العالم، والرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بالدور المصري لما كان هنا في قمة شرم الشيخ للمناخ، وأشاد بالدور المصري ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة التهدئة مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم. على المستوى العالمي طبعا والدولي، احنا شايفين مصر بتسير بخطوات ثابتة. مصر لديها استراتيجية وسياسة واضحة وإقامة علاقات متوازنة مع قوى الفاعلة في كل النظام العالمي، بل بالعكس مع كل دول العالم. يعني الدولة المصرية لا يوجد معها مع أي دولة في العالم. مصر لا تتدخل في شؤون الدول نهائيا، ولكنها تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة، والمصلحة الوطنية هي التي تتحكم في كافة السياسات الخارجية. نعم. طب أستاذ جميل، يعني هنا تحدثنا على الشق الخارجي، لكن داخليا أيضا الأمر لا يبتعد كثيرا عن فكرة بناء الدولة للمواطن المصري وهوية المصري، وأنه إعادة بناء الشخصية التي ربما طغى عليها عوامل خارجية على مدار سنوات ماضية، عوامل ربما طمست كثيرا من التفاصيل الخاصة بالشخصية المصرية. تعيد دولة 30/6 من جديد بناء الشخصية المصرية من خلال مجموعة من البرامج، منها الاهتمام بوزارة الثقافة، منها الاهتمام بنوعية مناهج مختلفة، منها كذلك الاهتمام في حياة كريمة، الشقة أيضا خاص بمسألة بناء الإنسان وفكرة الفصل ما بين الجانب الريفي هنا والجانب الحضري، لأننا في وقت من الأوقات تاهت الأمور ودابت الحواجز، فأصبح أو لم يعد الريف ريفا ولم يعد الحضر حضرا، وإنما غابت الفروق الفاصلة مع كل تقديرنا للحقيقة للجانبين. فكرة بناء شخصية الإنسان من جديد، وإنه المسألة ليست فقط مقتصرة على بناء حجر أو اهتمام ببنية تحتية، وإنما كذلك الاهتمام بعقلية وذهنية البشر الذي يسكن هذا الحجر. هو بالطبع أهم شيء كان يواجه ما بعد الثورة ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو إعادة بناء الشخصية المصرية، عودة الشخصية المصرية، زيادة الوعي عند المواطن المصري، لأن دي معركة أساسية ومعركة حقيقية كانت بتخوضها الدولة المصرية اللي هي معركة الوعي. طبعا كان من الطبيعي طبعا ومن البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المواطن المصري رقم واحد في داخل الدولة. لهذا السبب تم العمل على توفير كل الخدمات له، وأول شيء تم فيه هو القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة ونقل تطبيقها إلى مناطق أمنية.
هو مش نقل المواطن الى مناطق آمنة والقضاء على العشوائيات، ده هو بيتنقل من مكان لمكان فقط، لا هو بالعكس هو بيغير سلوكه العشوائي مصوت. الى سلوك منضبط بشكل كبير جدا. الاجيال الجديدة اللي بتخرج من هذه المناطق اجيال اصبحت اجيال لديها الوعي، لديها القدرة على ممارسة النشاط الرياضي في الاندية التي تم انشائها في التجمعات السكنية، لديها القدرة على ايضا صحيا بشكل جيد من خلال متابعتهم من خلال برامج الصحية، ايضا على الجانب الاخر ايضا توفير فرص عمل للمواطنين من خلال مشروعات شايفين مكان جاه كله ناحية للأسف الشديد الفكر الإرهابي والتطرف وأيضا الإجرام، كل ده نتيجة عدم وجود فرص عمل. صحيح. كل التحية لك ضيفي الكريم أستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار، تحياتي دكتور محمد، كل سنة حضرتك طيب. تحياتي لسيادتك فضل المستمع المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير. 30/6 وملف من الإنجازات الحقيقة صفحاته يعني مكتظة للغاية، سنحاول سريعا أن نشير إلى بعضها مع حضرتك، والبداية مع الملف الاقتصادي بكل تأكيد، لأنه العنصر الأهم، العنصر الحقيقة الذي يمس بشكل مباشر ويومي حياة المواطن المصري. كيف تقرأ ملف الاقتصاد في دولة 30/6؟ الحقيقة طبعا عشان أتكلم على ملف الاقتصاد ما بعد 30/6 للنهاردة لازم نوضح الحالة اللي كانت الاقتصادية الموجودة قبل 30/6. نعم تفضل فندم. قبل 30/6 كان الوضع مختلف تماما، ونقولها في أرقام. واحد، كان الاحتياط النقدي تقريبا ما تجاوز 19 مليار، معدل التضخم كان ارتفع إلى أكثر من 62%، معدل الديون كان وصل 129%، كل ده بيقول لنا معدل البطالة وصل 19%، مجموعة من المصانع قد أغلقت أكثر من 7000 مصنع من المصانع المنتجة في داخل الدولة المصرية، زائد حالات الإرهاب والتفكك وعدم الأمن وكل ذلك. لكن ما بعد 30/6 الحقيقة حدث هناك مجموعة من الخطوات استطاعت الدولة المصرية أن تنتقل من دولة الانهيار أو اللا دولة إلى الدولة المؤسسية القائمة على بناء وتنمية اقتصادية. وضعت الدولة رؤية اقتصادية كاملة باعتبار أن كان الاقتصاد منهار وكان هناك معدلات كبيرة جدا، وكان أول حاجة الحقيقة كان هو لما حطت الدولة خطة 2030 وهو خطة التنمية المستدامة والتنمية الشاملة. هذا الأمر استطاع أن يحقق مجموعة من الحاجات. أول حاجة كان لازم يتم إصلاح اقتصادي، والحقيقة كانت الدولة جريئة وفخامة رئيس الجمهورية كان أكثر جرأة من غيره من قبل، استطاع أن يقتحم هذا الملف وهو الإصلاح الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016. 3 نوفمبر 2016 إصلاح اقتصادي يعني معناه إيه؟ إعادة هيكلة اقتصادية كاملة في كل قطاعات الدولة، رتب عليها مجموعة من الأشياء. لكن أحيانا برضو إذا كانت الدولة بتتقدم بشكل كامل هناك ظروف دولية كانت بتواجه هذا، فاستطاعت الدولة أن تواجه مجموعة الأزمات الموجودة. لكن لو خدناها ملف في ملف ونقول إيه اللي حصل في كل ملف نوب. أول حاجة في مجال الزراعة، استطاعت الدولة أن تحبس تنمية زراعية سواء على المستوى الأفقي من اتساع الأراضي الزراعية ومواجهة التعدي على الأرض الزراعية اللي كان واصل لدرجة أكثر ما يمكن خطورة للوجود المصري والتنمية الزراعية. الأمر الثاني وهو التنمية الإنتاجية أو المستوى الرأسي هو تحسين الإنتاجية، فضلا عن ذلك ما تم إجراؤه من إصلاحات أراضي تجاوزت 500,000 فدان، وبالتالي هذا الأمر استطاع من خلاله أنه هو يزيد الإنتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي. النقطة الثانية الحقيقة وهو في مجال الاقتصاد أو في مجال هيكلة الاقتصاد ككل. الاقتصاد المصري كان بيعاني من خلل كبير جدا في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وايضا الديون. وعلى فكره انا عايز هنا اشير نقطه مهمه جدا، بالرغم من ان الحديث جدا عن الديون في هذا التوقيت 2022 الا انه ايضا كان من 129 وصل لحدود 75-79% النهارده، معنى ذلك ان مستوى الدين العام انخفض. ليه؟ لان هناك ايضا استخدامات الدين العام زادت.
الامر الثاني التضخم اللي كان وصل اعلى مستوى له في 2013 استطاعت الدولة ان تسيطر عليه في عام 21-22، لكن ارتفاع التضخم في هذا التوقيت هو ارتفع الى تضخم عالمي، وامور خرجت عن ارادة الدولة في معظمها خارج عن ارادة الدولة المصرية او السياسات الاقتصادية. صحيح هناك جزء مسؤول عنه الإدارة الحكومة الحالية، لكن هناك ايضا موجود. الامر الثالث والمهم جدا وهو كمان تحسين الصادرات والهيكل في ميزان التجاري واللي هو الصادرات والواردات. استطاعت الدولة المصرية ان تتحكم الى حد كبير في الصادرات والواردات، وبالتالي تخفض من ميزان المدفوعات. الملف الثالث الحقيقة هو مجال الصناعة. كان الاقتصاد الوطني في خلال الفترة الماضية كان مبني في معظمه على الاقتصاد الريعي، بمعنى الموارد الطبيعية، إلا أن دولة 30 يونيو عندما جاءت كان هناك لها فلسفة في اقتصاد المعرفة وبناء الاقتصاد التنافسي. يعني اقتصاد المعرفة يعني تبدأ في هذه الحالة معتمدة على المعلومات والتنافسية العالمية، فاستطاعت أنها تعمل مجموعة من الأشياء زي مثلا التوطين الصناعي، المجمعات الصناعية، مشروعات صغيرة، مشروع ابدأ، كل دي مشروعات بتعمل على توظيف الطاقة وتوظيف الموارد. هنا دكتور محمد، تخطيط قائم على التنظيم والفكر وقاعدة البيانات، ونحن في السابق كنا نسبيا نسير بشكل عشوائي إلى حد كبير. حضرتك كان هناك طبعا قاعدة البيانات وكان هناك نظم المعلومات موجودة، لأن هنا حضرتك في نقطة مهمة لازم نشير إليها، وهو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري كانت مبنية على الاقتصاد التنافسي، وعشان أدخل التنافسية العالمية كان لازم يحصل مجموعة من الضوابط. هذه الضوابط كانت موجودة في بعدين. البعد الأول وهو أن يكون تسعين الاقتصاد الرقمي أو بيسموه تطبيق الإدارة الإلكترونية، على أساس أن يكون كل حاجة موجودة من خلال الرقمنة أو من خلال العالم الإلكترونيات، وده استهدف كمان تطوير الجهاز الإداري في الدولة عشان نقدر نحسن الخدمات للمواطنين. هذا من ناحية أخرى. الحقيقة طبعا ما نقدرش واحنا بنتكلم على 30 يونيو ما نقدرش ما نقولش المشروعات الكبيرة والقومية اللي تمت داخل الدولة المصرية واللي كان لها فضل في بناء وإعادة البنية التحتية المهترئة في الدولة المصرية خلال سنوات كبيرة قبل كده. استطاعت الدولة أن تعيد هذه البنية، والحقيقة النهاردة مصر انتقلت نقلة نوعية في كل مجالات البنية التحتية، سواء في مجال الزراعة، سواء في البنية التكنولوجية، سواء في مجال الصناعة، سواء في نظم المعلومات، سواء في الحوكمة، سواء في الشمول المالي، سواء في تطوير الموارد. يعني الملفات الحقيقة في 30/6 زاخرة وعامرة. كل التحية لك ضيفي الكريم دكتور محمد الشواد، في أستاذ الإدارة والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك. احتفالا بعيد الأضحى المبارك، الحقيقة أنه كل أجهزة الدولة المعنية ومؤسساتها المختلفة استطاعت أن توفر أجواء آمنة وممتعة لجمهور المصريين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وده من خلال توفير أجواء آمنة ونظيفة ومتاحة وبتذاكر مخفضة لجمهور المصريين الراغبين في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. نماذج مختلفة في تنظيم رحلات نيلية عبر الأوتوبيس النهري، القناطر الخيرية، حديقة الحيوان بالجيزة، وأماكن أخرى مختلفة للاستمتاع بالأجواء النيلية الممتعة وإدخال البهجة والسعادة على الزائرين بأسعار مخفضة. المزيد حنتابع في سياق اللقاء التالي ما أجرى زميلنا أحمد ممدوح مع مهندس محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام. أعزائي مشاهدي قناة النيل للأخبار، جهود كبيرة بتقوم بها هيئة النقل العام في تنظيم أتوبيسات رحلة النقل النهري بالمظلات إلى القناطر الخيرية وحديقة الحيوان بالجيزة، وسط توفير كافة الإمكانيات والخدمات الفنية داخل الأتوبيس النهري للاستمتاع بأجواء النيل الممتعة للزائرين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وبأسعار مخفضة. للحديث أكثر عن رحلات الأتوبيس النهري يسعدنا أن نلتقي بالمهندس محمد أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام. بنرحب بك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم.
يعني لو كنا حضرتك عن رحلات الاتوبيس النهري والدور اللي بيقوم بيه هيئه النقل العام في تنظيم اتوبيسات النقل النهري. بدايه بنهنئ السيد رئيس الجمهوريه والشعب المصري كله بعيد الاضحى المبارك. هيئه النقل العام في الاعياد والمناسبات دايما تكون مع الشعب المصري، بتعد له برامج مختلفه تتناسب مع كل فئات الشعب، بتعد رحلات للقناطر الخيريه. الرحلات تبدا من 8 صباحا، تستغرق ساعه ونص في الطريق، بتقعد هناك ساعتين تنتظرهم، يعود بنفس التذكره اللي راح بيها. في رحلات من هنا للحديقه الحيوان، في رحلات نيليه في النيل حسب ما الجمهور يطلب، بنوفر له الرحلات اللي هو عايزها. الرحله دي موفر فيها كافه وسائل الامان بالتعاون مع كافه الاجهزه في الدوله، الشرطه والنقل النهري، الرقابه النهريه. ومن هنا من الهيئه في متابعه مستمره من السيد اللواء رئيس مجلس الاداره اللواء رئيس مصطفى علي، السيد محافظ القاهره، بتوفير اقصى درجات الامان للراكب والراحه. وزي ما حضرتك شايف شبكه الامان، قوارب النجاه، كل القوارب، كل عوامل الامان اللي تتيح للراكب انه يقضي الرحله بتاعته وهو في امان، وتواجد شرطي بحيث برضه يبقى في امان من كل كل جهه. يعني خط سير الرحله بتبدا من المظلات لغايه القناطر الخيريه، برضه نظام الرحله ونقول خط سيرها ازاي ومدتها ايضا. الرحله بتبدا هنا من المظلات حسب اختيار الجمهور. في عندنا في القناطر الخيريه مكانين للرسو بنرسي فوق هناك، اما مكان الخاص المرسى القوات المسلحه، وهناك القوات المسلحه بالتعاون مع الهيئه موفره للجمهور برضه حدائق وكافه وسائل الترفيه وحمام سباحه، وفرها للجمهور هناك هيئه القوات المسلحه. او الراكب عايز يروح المرسى الثانيه اللي هو منها بيطلع يروح للحدائق اللي هي العامه والحدائق الاهليه، الرحله بتبدا هنا من المظلات تاخد ساعه ونص وهو رايح. وزي ما حضرتك بننتظره ساعتين وساعات اكتر، يعني اكتر من ساعتين، بحيث ان الراكب او المواطن ينهي زيارته لمدينه القناطر، استمتع بالاجواء الجميله هناك في الحدائق وفي المنتزهات، ويعود معانا تاني بنفس التذكره اللي راح بيها. لاي مدى استطاعت رحلات الاتوبيس النهري ان تدخل البهجه والسعاده على المواطنين خلال برضو اجازه عيد الاضحى المبارك؟ والله انت حضرتك شايف اهوت ان احنا في اسر بتيجي، ويمكن انت احد الناس بتوجه له سؤال لك 9 مرات اجي، ويمكن في ناس بتيجي تكرر الرحله مره واتنين، لان الرحله زي ما انت حضرتك 60 جنيه ذهاب اياب في متناول العامه يعني، وبيجي يلاقي هنا الامان والراحه والثقه كمان في تواجده، الاسره او الشباب يتواجد بثقه، ويمكن تلامح حضرتك في عيون الجمهور والناس انهم سعداء بالرحله. يعني اتباع برضو تعليمات الامان ووسائل الامان بالنسبه للزائرين خلال رحله الاتوبيس النهري بيتم برضو تطبيقها ازاي بحيث يكون في توافر عنصر الامان بالنسبه للزائرين؟ حضرتك عندنا الامن الصناعي بيتواجد في الرحله، وبرضو بيدي الجمهور النصايح اللي هو لا قدر الله في حاله حدوث اي مكروه ازاي بيتعامل مع قارب النجاه، مع شواكه النجاه، مع كل وسائل اللي هي تتيح وتوفر له الامان في حاله لا قدر الله حصل اي مكروه. وتواجد شرطه المسطحات برضو موجوده معانا بصفه دائمه، متواجده بتتابع الرحله. بنشكرك كل سهرك طيب. تحت امرك يا فندم، كل عام وانت طيب، الشعب المصري بخير. يعني كما نشاهد رحلات نيليه ممتعه بتقوم بها هيئه النقل العام في تنظيم رحلات الاتوبيس النهري من المظلات للتنزه باجواء النيل الممتعه وباسعار مخفضه، والتي تسعد الكثير من الاسر من مختلف الفئات العمريه، بما ينعكس على دعم حركه السياحه الداخليه وتنميه المشروعات الترفيهيه. شكرا لكم والى اللقاء. وصل حجاج بيت الله الحرام أمس إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق التي تستمر حتى السبت المقبل، بعد أن انتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى. يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى منى
لقضاء أيام التشريق الثلاثة التي توافق 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها. ويبيت الحجيج لياليهم في منى إلا من تعجل فيغادرها في يوم 12 بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة 13 ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم 13 ثم يغادر منى بعد ذلك. ويرمي الحاج في أيام التشريق الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. كان الحجاج قد بدأوا صباح أول أيام عيد الأضحى يوم النحر رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1,800,000 شخص، منهم 1,660,000 من خارج المملكة. وبعد ذلك توجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، قبل العودة إلى منى للمبيت في أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية للحد من إمكانية وقوع حوادث تدافع. بعد رمي الجمرات يعود الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري وليد هيكل من مشعر منى. وليد، كل عام أنت بخير، ربنا يتقبل منك إن شاء الله ومن كل الحجيج المصري. صف لنا الأجواء لديك وطمئنا على حالة حجيج بيت الله الحرام من المصريين. بداية زميلتي العزيزة دينا، كل عام وأنتم جميعا بخير وكافة مشاهدي التلفزيون المصري بكل خير. بالفعل كما ذكر التقرير الذي عرض الآن أنه يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج مهللين مكبرين، ليبدأ الحجيج الآن بمشعر منى ونحن في أول أيام التشريق الثلاث برمي الجمرة الصغرى بعد أن قاموا أمس برمي جمرة العقبة. ويجوز لمن تعجل أن يرمي الجمرات في أول يومين من أيام التشريق، يتوجه بعدها الحجاج إلى بيت الله الحرام من أجل أداء طواف الوداع ليكون ذلك آخر عهده بالكعبة المشرفة قبل مغادرة المكرمة مكة. حجاج بيت الله الحرام بالفعل دينا تقاطرت مشاعرهم بالفرح بعد وقوفهم بمشعر عرفات، وهم يؤدون واستمرارهم في أداء أنقى الشعائر في المشاعر. حالة الحجاج بالفعل حالة جيدة، الجميع السعودية عملت على تسهيل وتسهيل كافة العصابات أمام حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر. الحقيقة يعني ربنا يعني لا يجعلها آخر عهدنا بهذه الرحلة المقدسة ويكتبها للجميع. وليد، نتمنى لك بالتأكيد ربنا يتقبل منك وتعود سالما إلى أرض الوطن وكل الحجيج المصري. شكرا جزيلا على هذه الإضافة عزيزي وليد هيكل زميلنا موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. كان سريعا هو لقائنا اليوم مع حضراتكم في النيل المباشر. تابعنا سريعا حالة الحجيج المصري الذي نتمنى له العودة سالما إلى أرض الوطن مقبولا من الله سبحانه وتعالى. أيضا تابعنا مع حضراتكم بعض الإنجازات التي قدمتها دولة 30 يونيو مع ثورة مصر العظيمة، الثورة الشعبية التي حمتها القوات المسلحة كفصيل من الشعب المصري. نتمنى لحضراتكم بالتأكيد كل الخير والنماء، أجواء سعيدة في عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير.